لك يعني امبارح وصلنا للبارت بي، حلينا منها البارت 1 بارت 2 3، ما حليناها الا بنعطيها وقتها وبنكفي البارتس. بس لنتذكر شو كان الجيفن، شو هو اليونيفرس اللي عندي. كان عندنا انا containing 9 balls مقسمين بشكل، في عندي 4 green 3 black، لا 3 red صح، and 2 white. ما كان في بلاك. طيب هيدي جرين، هيدا هو مجموع الطبيعات اللي عندنا اليوم. كل مره نحن عم نغير الاكسبيرمنت مثل بدنا، ماشي. الاكسبيرمنت الاولى كانت اللي حليناها امبارح انه وي درو سكسسفلي اند ويزاوت ريبليسمنت 3 بولز. هلا بالبارت بي اللي حنكفي فيها البارت 3، الاكسبيرمنت صارت دروينج سكسسفلي اند وذ ريبليسمنت 2 بولز فروم ذا سيرفر. عم بسحب هالمره بس طابتين بس وذ ريبليسمنت. شو يعني؟ سكسسفلي يعني طابي ورا الثاني، يعني سحبت الاولى شفتها حفظتها رجعت حطيتها ورجعت سحبت وحده ثانيه. اوكي؟ هيك معناتها. يعني سحبت الاولى مثلا طلعت جرين، عرفت انها جرين، رجعت حطيتها ورجعت سحبت الثانيه طلعت ريد مثلا، او طلعت جرين كمان، او طلعت وايت اتسيتيرا. المهم انه كل عمليه سحب عم بتكون من اصل تسعه لانه وذ ريبليسمنت. بينما لو كان without كانت الأولى من أصل 9 والثانية من أصل 8. هؤلاء شغلات ضروري تعرفوهم كرمال الفراكشن. ودائما بالسكسسفلي في عندي فراكشن مثل ما شفتوا مضروبين ببعض حسب عدد الطابات اللي عم بسحبهم. إذا عم بسحب طابتين يعني في عندي اثنين فراكشن مضروبين ببعض. إذا عم بسحب ثلاث طابات مثل البارت A امبارح في عندي ثلاث فراكشن مضروبين ببعض. والبلس بصير دورة لما بيكون في احتمالات. أوكي؟ طيب. أول بارت، تاني بارت حليناهم، تالت بارت شو كانت؟ Calculate the probability of drawing at least a white ball. بدو على القليلة اسحب وحدة وايت. هلا هيدي في لها طريقتين، أنا حليت طريقة وحدة يلي أنا بفضلها عشان سريعة، والطريقة الثانية هلا رح أحكي عنها هون حدا رح أكتبها كمان رح أفرجيكم حيطلع نفس الشيء. بس الطريقة الثانية لأنه سكسسفلي كمان فيها كذا احتمال، فيها شكلات احتمالات بسيطة. الطريقة الأولى هي عندنا قاعدة بتقول بس يكون عندكم بالسؤال at least one، هون بس اقول انا at least a white لغويا يعني one white. فهمتوا كيف؟ يعني انا عم بسحب at least one white، هي انا عم جيب probability of drawing at least one white انا عم بسحب. هيدي عندها قاعده، هون رح استعمل قاعده probability of an event a equal one minus probability of the opposite event of A. قلت لكم وقتها هيدي الرول very important فيني استفيد منها، خاصة لما بيكون عم يسألني event شكله at least one كذا. One at least one مش at least two أو at least three. إذا at least one أنا بستعمل هالقاعدة. شو بتقول هيدي القاعدة؟ باللوجيك. مش بقول إذا الـ A هو الـ event بدي على القليلة أنا أسحب طابة بيضاء. شو هو الاي بار؟ الاي بار يعني الاوبوزيت تبعه عكسه كليا. اذا انا عبالي بدي من الطابات اثنين عم يسحبوا يطلع على القليله وحده وايت، معناتها عكسه كليا انه اثنيناتهم ما يكونوا وايت. وضحت؟ فهمتوا؟ probability at least one white هي 1 minus probability اثنيناتهم ما يكونوا وايت. لو كنت عم بسحب ثلاثه كنت قلت هوني 1 minus probability ثلاثه مش وايت. لو كنت عم بسحب اربعه كنت قلت 1 minus probability اربعتهم مش وايت اتسترا. الحلو فيها هي القاعده انه قد ما عم بسحب طابات انا هي قاعده وحده ما راح. بينما لو كنت عم بسحب ثلاثه او اربعه وبدي طبق الطريقه الثانيه اللي حنحكي عنها بعد شوي بصير فيها كثير احتمالات. يعني هيدي لحالها اللي بس عم بسحب فيها طابتين فيها ثلاث احتمالات بالطريقه الثانيه اللي حنحكي عنها بعد شوي. فكيف اذا كانوا ثلاثه بصيروا كثار، اربعه بصيروا كثار كثار. تفهم كيف؟ فهون طبقت هيدي الرول انا هيدا probability at least one white هي 1 minus probability اثنيناتهم مش وايت. طبقت هيدي الرول شغلت عقلي بس باللغه عم بقول انه اذا على القليله وحده وايت عكسها الاوبوزيت تبعها لهيدي هي انه نو وايت. نو وايت شو يعني نو وايت؟ انا عم بسحب كم طابه؟ طابتين يعني 2 دبليو واي. مش الحال؟ بما انه عم بسحبهم سكسسفلي هلا مش سيمنتينسلي، هيدي لو كانت سيمنتينسلي كانت قلت اوام سي 2 من اصل عدد المش وايت على سي 2 من الكل، هون لا عم تسحب طابه اولى وطابه ثانيه، يعني 1 ماينس بروبابيلتي الاولى تكون مش وايت
فاصلة الثاني كمان تكون مش وايت. اتفقنا؟ يعني ما في احتمالات. خلص الثانيات مش وايت، الاولى مش وايت، الثانيه مش وايت. اوعى تشغلوا بالكم شو لونها، يعني اوعى حدا يجي يقول طب الاولى جرين الثانيه ريد، او الاولى ريد الثانيه جرين، او الاولى جرين الثانيه جرين. بيطلع عندكم اربع احتمالات فيها لحالها هاي. اوعى تفوتوا فيها. خلص انا كل اللي بيهمني انه بدي الاولى تكون مش وايت والثانيه تكون مش وايت. هلا بيجي بيشتغل 1 ماينس. شو هو البروبابيلتي انه اول طابعه عم تسحبها تكون نوت وايت؟ اول شيء عم تسحب انت من اصل تسع طابات. من اصل هول التسعه how many non white balls you have. هيك بعد يعني بيجي انا بدي بشوف قد ايه عندي طابات منن وايت، قد ايه عدد الطابات اللي هن مش وايت هون؟ 7. عم تفهموا؟ يعني انا عندي 7 possibilities انها تكون مش وايت، فيها تكون وحده من هول اربعه الجرين او وحده من هول ثلاثه الريد، اخر همي. ما بيهمني لونها، انا كل اللي بيهمني انها ما تكون وايت. فهمتوا؟ فهون بيطلع 7 over 9 times كمان الثاني بدها تكون مش وايت، ولانه with replacement يعني كمان عندها نفس الاحتمال 7 على 9. لو كان without كانت طلعت هيدي 6 على 8. فهمتوا؟ بس لانه الطابه اللي سحبتها انت رجعت حطيتها. فبيطلع بكل بساطه هذا الفراكشن اللي هو 32 over 81. الطريقه الثانيه اذا بدي حلها انا بايولوجيك، يعني بدي اقعد حلها هيك، بديش حلها على هيك. بيجي بقول شو يعني على القليله وحده وايت؟ يعني انا عم اسحب بالترتيب اوردر، انتبهوا. يعني ممكن تكون الاولى وايت والثانيه مش وايت. منيح؟ اور يعني بلس probability الاولى تكون مش وايت بس الثاني تكون شو؟ وايت. اور يعني بلس اثنيناتهم شو يكونوا؟ وايت. لانه هو عم يقول لي على القليله وحده وايت، ما قال لي اكزاكتلي يعني على القليله وحده وايت، يا عم بسحب وحده وايت منهم يا عم بسحب اثنين وايت. الوحده وايت لحالها فيها احتمالين، فيها تكون الاولى وايت الثانيه مش وايت، او الاولى مش وايت الثانيه. ساعتها بدك تحل هول الثلاثه، كل وحده فيها ضرب اثنين فراكشن. يعني بتصير هيدي مثلا قد ايه عندكم وايت انتم؟ 2 اوفر 9 ضرب 7 اوفر 9 صح؟ بلس مثل هاي بس بالعكس، يعني 7 اوفر 9 تايمز 2 اوفر 9. انا عم بكتب بالطريقه الثانيه، انا اذا بدكم تنقلوها فرضنا بلس اثنيناتهم وايت، قد ايه هن عدد الوايت؟ 2 اوفر 9 تايمز 2 اوفر 9. هيدول الفراكشن هلا اذا بتحسبوهم على الكالكوليتر هيطلع عندكم سيم انسر. هيدا هلا اذا بتحسبوا، يعني اذا بتجي بتجيب كالكوليتر. هلا عليكم انتم تكونوا اذكى، ما تحطوا دائما اوفر 9 اوفر 9، ما هن مش نفس الدرميتر تحت. حطوا فراكشن وحده 2 تايمز 7 بلس 7 تايمز 2 بلس 2 تايمز 2 واقسموها على 9 تايمز 9 هيطلع عندكم 32 اوفر 8. هيطلع سيم انسر. وفينا نعملها فاكتوريال. انه هذيك اسرع. نعم؟ فينا نعملها فاكتوريال نضربها بالرقم. صوتك مش عم بسمع. فينا نضربها بفاكتوريال، يعني 2 فاكتوريال على 1 فاكتوريال تايمز 1. لا factorial. ليش ما بتعملي هيك؟ عم تحكي بالطريقه الثانيه. بالطريقه الثانيه عم تحكي. ايه يعني عم تحكي بالنسبه لاول اثنين بس. يعني هيدي 2 اوفر 9 ضرب 7 اوفر 9 تضربيها ب 2 فاكتوريال. فيك تعملي هيك، بس في عندك هذا الاحتمال الثاني ما تنسي. ايه بعرف. فيك تعملي، حيطلع نفس الانسر 32 على 8. منيح برافو، عم تفهميها منيح هيدي قصة الاحتمالات بالترتيب. هيدي قصة الفاكتوريال بنعملها ايمتى؟ لما بكون في احتمالات بالترتيب بس. هيدي. اوكي؟ فحيطلع نفس الانسر، بس انا بفضل هاي اتليست 1 او وين تطلع؟ خلص 1 ماينس ولا وحدة منهم. يعني لا الأولى وايت، يعني بلا ما أعمل أنا هون 6 فراكشن أو 4 فراكشن، بعمل هون 2 فراكشن. بنحس منهم. اوكي؟ اوكي. بنروح هلا لآخر بارت اللي هي الأهم على فكرة. كومبينيشن اللي هي الأهم بنفس الوقت، يعني هي لبعدين حتكون الكومبينيشن أهم. بس هلا بالنسبة للتيست تبع بكرة راح يكون تقريباً كوبي بيست على هول الإكزرسايز. يعني أنا ما عقدت الأمور، حتى ما غيرت، مع إنه أنا فيني غير الجبن. يعني أنا بعدني عم اشتغل كندي عالم الطبيعي، مع إنه فيني أحط شيء عن عالم الأشخاص. يعني صفوف وكذا، بس ما حبيت، حبيت إنه أعمل شيء كثير قريب لأشوف إذا أنتوا عم تفهموا هالشغلات وعم ترجعوا تراجعوا. أوكي؟ وامتحانكم مدته 40 دقيقة حيكون. أعطيتكم على وقت 10 دقائق زيادة لتسلموني، ما راح نفتح زوم بظن، برجع بأكد لكم بس ما بظن حنفتح زوم.
بعت لكم دي، حابعت لك زوم بس انت ما افتحوا معكم. بتستلموا الساعه 12 ببلشوا بالامتحان، معكم وقت 12 و40 ماكسيموم كشغل، وكاتب لكم انا على الكلاس روم ل 12 و50 لتكونوا سلمتوني، يعني اعطيت لكم 10 مينتس زياده حقا، لانه هي بدها بس 5 مينتس. اوكي؟ اوكي استاذ. بس لحطكم بالجو، انا حطيت على الكلاس روم لانه في كثير ناس عم بيغيبوا، بس ليكون ما عندهم حجه يقولوا ما بلغنا انه عندنا امتحان. طيب. ننزل للبارتس. هالمره غيرنا الاكسبيرمنت، رجعنا للكومبينيشن. خليني هون محن وارجع برسم الار مره ثانيه. طيب. اوكي. عندنا 9 طبقات. 4 جي. 3 red and 2 white. Yeah. هالمرة شو بتقول الاكسبرمنت؟ We draw randomly هالمرة and simultaneously three balls. Simultaneously يعني ما بقى في order. هون بتحس حالك هيك بدك تقول خي انه ارتحت من موضوع الترتيب، يعني ما بقى في هيدي قصة تضرب ب 3 factorial وتقسم على 1، ما في احتمالات، في احتمالات اوكي اذا same color كذا. بس بقصة الترتيب ما بقى في اوردر. سيمتينسلي عم تسحب ثلاثة كمشي وحدة. جروب واحد. يعني هون انا one hand جيت سحبت ثلاث طابات مع بعض. وبالتالي منطقيا ما في اوردر. ما يعني اصلا ما سحبت طابة قبل الثاني هون. يعني مثلا اذا تفهموا شو الفرق بينه وبين السكسسفلي. يعني مثلا اذا بدي اسحب انا اثنين جرين ووحدة ريد. ما فارقة معي مين هي الاولى بالاوردر الى معنى هون السكسسفلي. يعني اثنين جرين وواحدة رد هوني خلص، اثنين جرين وواحدة رد هوني ممكن يكون جرين جرين رد او جرين رد جرين او رد جرين جرين. شو كنا نعمل؟ كنا نجيب واحدة منهم نضربها ب 3 فاكتوريال مقسومة على 2 فاكتوريال وعرش. هون ما بقى في هذا الحكي. انتبه منيح يا ملاك من هالموضوع لانه انت حبيتها هي صفر فاكتوريال. هيدا الموضوع اوعى تشتغليه بالسيمتينسلي لانه ما في احتمالات. واضح؟ نو اوردر خلص. انا اثنين جرين وواحدة رد، هلا احكي عمليه. انا سائل هون البارت بي 2 ريد و 2 وايت. هلا بشوف اول probability بدنا نجيبها A drawing 3 green balls. ثلاثة اللي بدي اسحبهم هن green. اول شيء simultaneously يعني C N P. denominator دائما رح يكون شو؟ عم نحكي هلا باول نوع انا سميته هذا الكويز probability 1، لانه بعدين في probability يعني في قسم ثاني probability. بيكون في كونديشن، هون ما في كونديشن. طالما ما في كونديشن الدنومينيتر دائما هون راح تلاحظوا سي. عم تسحبوا كم طابه انتم؟ 3 اصل كم طابه؟ 9 اصل 9. هيدا دائما راح يكون الدنومينيتر اللي بحب يصورها هلا عشان يبعثها. دائما 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 حيكون الدنومينيتر بكل البارتس، يعني ما بشغل بالي بالدنومينيتر. اوكي؟ النيميريتر هو له علاقه بالايفنت اللي هو عطاك اياه، يعني مثلا سمينا الايفنت A، أنا عم جيب هلا P of A. P of A يعني probability of drawing 3 green 3G. طيب شو يعني؟ equal. الدنومينيتر عم بسحب C combination of 3 out of the 9 هي الثابتة. فوق بترجم شو يعني عم بسحب 3 green؟ يعني C 3 من أصل عدد الجرين اللي عندي إياه هون، قد إيه عندك جرين أنت؟ 4 يعني C 4. على فكرة عشان تفهموا عن جد إنه هي إلها معنى. شو يعني C3 4 لحالها اذا بتحسبوها لحالها؟ هلا انتم كفراكشن كلها حتطلع 1 over 21، بس هيدي لحالها رح تعطيكم 4. بدي اقول لكم شو هن ال 4، فينا نعدهم سوا انا وياك. شو المقصود بال 4؟ يعني هون عم اقول لكم انه عندنا 4 possibilities انه لاسحب ثلاثه مع بعض جرين انا. فهمتوا؟ ليش؟ هن الجرين مش في عندكم 4 طبقات جرين؟ فتا نعد سوا. اذا رقمناهم جرين 1 جرين 2 جرين 3 جرين 4. وحده من البوسيبيليتيز اسحب G1 G2 G3. عم بتعدوا معي؟ هيدي أول احتمال. تاني اسحب G1 G2 G4. التالتة اسحب G1 G3 G4. الرابعة اسحب G2 G3 G4. في شي وحدة خامسة بعد؟ لا. لأنه ما في أوردر، ما فارقة معي الأوردر، ما فارقة معي الترتيب. يعني الأربعة جرين أنا لأسحب ثلاثة منهم جرين في عندي أربعة بوسيبيليتيز. وهولي C39 رح يطلع عندكم 84. 84 يعني بشكل عام انت اذا عندك مجموعه طابات عددهم 9، اذا بدك تجمع اذا بدك تسحب مجموعه بايدك من ثلاث طابات عندك 84 possibilities. يعني مثلا 3 جرين او 2 جرين وواحده ريد او وحده ريد واثنين وايت.
اتسترا، بيطلع هولي عددهم 4 و8. بس هون بالسمبليفاي على الكالكوليتر راح اعطيك اي ام 1 اوفر 20. فهمنا؟ هيدي بس لتفهموا الفكره شو يعني 3 بي. طيب بنروح للبي. البي دروينج 2 ريد اند 1 وايت. هيك كنا عم نحكي عنها من شوي بالاوردر. 2 ريد اند 1 وايت مثل ما هي بكتبها بي اوف 2 ار اند 1 وايت. اذا انتبهتوا هون ما كتبت فاصله، ما كتبت ار ار دبليو او ار دبليو ار لانه ما عم بسحب سكسسفلي انا. ما فارقه معي الاوردر. ما فرق معي من هي الاولى ومن هي الثانيه ومن هي الثالثه. خلص سي 2 من اصل عدد الريد اللي هن 3 هيدي السي هيدي 2 ار اند يعني تايمز 1 وايت يعني سي 1 من اصل عدد الوايت اللي هن 2 خلص اوفر سي 3. هون مثلا يا ملاك ما تضربي هلا ب 3 فاكتوريال على 2 فاكتوريال هيك عم بتعمل اوكي؟ لانه ما عندي اوردر اهلي. بينما لو هيدي كنتوا عم تشتغلوها فوق السكسسفلي كان حيطلع عندك مثلا 3 على 9 ضرب 2 على 8 ريد ضرب 2 على 7 ورجعنا ضربناها كلها ب 3 فاكتوريال على 2 فاكتوريال كان حيطلع فكره سيم انسر 1 اوفر 4. اوكي؟ هيدي اوكي. تبعتوا قد ايه لكم السيمتينستي بيخفف عليكم تفكير؟ ما عادش بيشغلكم بالكم بالاوردر، خلص الاوردر لحاله قصه يعني. ماشي؟ سي اوكي دروينج اكزاكتلي تو جرين. انا عم بسحب كم طابه مش ثلاثه؟ هو طبعا لازم يكملها للجمله. انا بالامتحان قد ما فيني سهلت عليكم طريقه الصياغه. هي المفروض نكتب هون دروينج اكزاكتلي تو جرين امونج ذا ثري درون بولز عشان ذكرك دائما انه انا عم بسحب كم طابه؟ عم بسحب ثلاثه عشان ما حدا يفكر عم بسحب اثنين. انا بعدني عم بسحب ثلاثه بالسؤال بس من ضمن هول الثلاثه انا بدي اسحب كم وحده جرين؟ تو. شو بتعني هيدي كـ event؟ يعني probability انه اسحب 2 green and 1 ما بيهمني لونها بيهمني تكون مش green. هذا كل اللي بيهمني. يعني ما فيش داعي تروحوا لقصة 1 red او 2 green و 1 white. لشوف عم بتضيع وقت بتكون عم تفهموا كيف؟ خلص كل اللي بيهمني انا طالما هو حدد 2 green يعني probability انه يطلع عندي 2 green and 1 not green. فبتصير سي 2 من اصل عدد الجرين اللي هن 4 اند يعني تايمز سي 1 من اصل عدد اللي مش جرين. قد ايه عندكم طابات مش جرين هون؟ قد ايه جمعوا لهول بيطلع؟ 5 سي 1 5 تحت سي 3 9 بتحسبوها على الكالكوليتر بتطلع 5 اوفر اوكي؟ بارت دي دروينج 3 بولز اوف 3 ديفرنت كلر. كمان هيدي لكم اجملها هون لانه ما في اوردر. هي بالاوردر فيها ست احتمالات مثلا. هون خلص كل اللي بيهمني انا شو يعني 3 ديفرنت كلر؟ انا عندي اصلا ما في الا ثلاث الوان. يعني بدي وحده جرين. يعني الكمش اللي بايدي اللي عم بسحبها من الطبيعه بدي وحده تكون جرين وحده راد وحده وايت. ما في اوردر. يعني سي 1 من اصل عدد جرين اللي هن 4 تايمز سي 1 من اصل عدد الراد اللي هن 3 تايمز سي 1 من اصل عدد الوايت اللي هن 3. دائما الدرمينتر سي 39 بيطلع عندكم 2 اوفر 7. مش الحال؟ يس يب. بس لنحكي هون هي العشرة بدي خلي هوليك على الشاشة اي و اف هلا يلا بعد في تحت جي و اتش نخلصهم على القد ان شاء الله يلا اوكي probability يكونوا same color كمان صارت فارقة معنا كثير سيم كلر عم اسحب ثلاثة مع بعض هون انا ما فيني اسحب الا يا ثلاثة جرين اذا سيم كلر يا ثلاثة ريد ما فيني اسحب ثلاثة وايت مع بعض لانه عدد الوايت هن اقل من ثلاثة بس انتبهوا اذا كان سكسسفلي وذ ريبليسمنت فيني اسحب ثلاثة وايت انتبهوا لهالمعلومة اوكي هون ثلاثة جرين او ثلاثة بما انه هون في اور اور شو يعني؟ بلس يعني بلس شو يعني 3 جرين؟ يعني سي 3 من اصل عدد الجرين اللي هن 4 بلس شو يعني 3 ريد؟ يعني سي 3 من اصل عدد الريد اللي هن اوفر سي 39 بتطلع بلس اوكي؟ اللي بعده هون رجعنا للاتليست دروينج اتليست 1 ريد بول اتليست 1 كمان رح حل على القاعده بي اوف اتليست 1 ار يعني 1 ماينس probability ولا وحده منهم ريد
عكس على القليل. يعني انا اذا انا عم بتمنى يطلع عندي على القليل وحده رد، شو عكس هيدا التمني؟ يعني اذا هو ما بده يحقق لي هالامنيه شو معناتها؟ اذا انا عم بقول عم بتامل انه يطلع على القليل منه الله هالطبيعه، عم بقول ان شاء الله يطلع وحده من هالطبيعه هي رد، اجى حدا انا بيكرهني ما بده ياني حقق هالامنيه، شو كانه عم بيقول لي بكون ثلاثتهم اللي عم تسحبهم شو بدهم يكونوا؟ نقطة. هاي هي الاوبوزيت ايفنت، فهمتوا؟ فبتصير 1 ماينس بروبابيلتي اوف. بس انتبهوا هذا الموضوع ما بنفكر فيه الا لما بتكون اتليست 1 ثينج. خلصت 1 ماينس سي اوف. شو يعني 3 نوت ريد؟ يعني سي 3 من اصل عدد المش ريد، قد ايه هن عدد المش ريد بالارن؟ عندكم 4 جرين وعندكم 2 وايت، قد ايه بيطلع مجموعهم هول؟ 6. يعني سي 3 6 على سي 3. ما تنسوا الوان، الوان لحالها ايه، الوان مش ضمن الفراكشن، انتبهوا لهي. يعني على الكالكوليتر الوان بتحسبوها لحالها، مان انا ليش عملت احسن، انا حسبت هاي لحالها عشان ما اضيع مع الوان، ورجعت نقصت الوان طلع معي 16 اوفر. الطريقه الثانيه كان فيك تقول وحده ريد واثنين مش ريد، او اثنين ريد وحده مش ريد، او ثلاثه ريد، كمان توصل لنفس النتيجه، بس في كثير بلاس بصير. هلا حاستعملها هون هيدي، انا مثلا هلا بالبارتي شوفوا هلا في البار جي بده دروينج ات ليست 2 جرين، اها ات ليست 2 ما بقى فيني اطبقها بالطبع، بدي اشتغل عادي على المنطق. شو يعني probability على القليل بدي اسحب طابتين جرين من قصر التيت؟ يعني او بدي اسحب طابتين جرين ووحده ما تكون جرين ما بيهمني لونها، او الثلاثتهم بدهم يكونوا جرين. يعني فراكشن وحده تحت في عندي 69، شو يعني 2 جرين اند 1 نوت جرين؟ يعني C2 من أصل عدد الجرين اللي هن 4 times C1 من أصل عدد اللي مش جرين اللي هن بيطلعوا 5، لأنه يعني عندنا 3 ريد و 2 وايت، أو ثلاثتهم ما يكونوا جرين، يعني C3 من أصل عدد بيطلع عندنا 17 over 4. ماشي الحال؟ آخر شيء هي تعيد الـ at most، كمان مرقناها مرة. drawing at most one white، at most يعني maximum. يعني هوني كأني عم بتأمل ماكسيموم يطلع لي وحدة وايت. هيدي إلها قاعدة بس بديش فوت فيها، بديش ضيعكم فيها، خلينا بس بقاعدة وحدة اتليست 1، لأنه صراحة هي الأهم، يعني أكثر شيء بتنطلب، هيدي قليل ما بتنطلب. هيدي خلينا نطبقها على المنطق. سوري مثل اللي قبله. شو يعني ات موست 1 وايت؟ يعني أنا عم بسحب ثلاث طبقات، بدي إنه ماكسيموم وحدة بدهم تكون وايت. يعني يا بتكون وحدة وايت واثنين الباقيين ما بيكونوا وايت، او الثلاثه كلهم ما بيكونوا وايت، مش بيكونوا وايت، انتبهوا، لانه انا بدي ماكسيموم وحده وايت. يعني اذا في وايت بده يكون في وحده بس، يعني يا ولا وحده وايت، يعني ثلاثه مش وايت، يا وحده وايت وساعتها اثنين هذول بيكونوا وايت. فهمنا؟ خلص. سي 1 من اصل عدد الوايت اللي هن 2 طبعا، السي 2 من اصل عدد المش وايت، عدد المش وايت هون من هن 4 جرين و 3 ريد اللي هن 7 سي 7، اور لاتتون مش وايت، يعني سي 3 7 على سي 3 بتطلع عندكم 11 اوفر، بتطلع كثير كبيره البروبابيلتي، ها قريبه لل1 على فكره. ال1 يعني كل ما كانت قريبه لل1 كل ما كان تحقيقها سهل، على فكره منطقيه هاي. يعني انت هلا اذا عندك بالارن 9 طبقات في اصلا بس اثنين منهم وايت، يعني انت اصلا عارف حالك انه اصلا لتطلع معك وايت هذا احتمال قليل، صح؟ فهو هون عم يقول لك بده probability maximum يطلع عندك وحده وايت، يعني ما فارقه معه. يعني اذا طلع يطلع وحده وايت او ما يطلعش معك وايت. بما انه عدد المش وايت اكثر بكثير من عدد الوايت، فطبيعي البروبابيلتي تاعتها لهيدي قريبه اكثر للسيرتن probability اللي هي ال1. يعني probability تاعتها كبيره يعني 90%. اوكي؟ اوكي. هون طيب شغله ثانيه بدي اقول لكم عنها، ما بدي حدا يشتغل decimal، خلوا لي اياهم fraction. خلوها fraction. شو بدكم تعملوا؟ دائما من الفراكشن ليكون الجواب منطقي بدها تكون النمريتر اصغر من مين؟ من الدمع. ما تنسوا البروبابيلتي دائما از فاليو بتوين 0 اند 1، ممنوع يكون اكبر من 1. اوكي؟ بس بيجي كاونتينج لحاله؟ نعم؟ بيجي كاونتينج بلا probability لحاله مثل اللي كنا عم نقول؟ لا لا جاي هيك جاي جايكم سؤالين مثل هول هيك من هلا. يعني في تو بروبلم امتحان. اوكي؟ الامتحان على 15 هيدا مش على 10، انتبهوا لانه في شويه شغل، في
في كتير بارتس عشان انا بعطيكم عليه 40 دقيقه. جايكم امتحان على هذا النسق، يعني بتحلوا هولي الاسئله والاكزامبل اللي حليناهم بالشرح اللي بحكيلهم، هو بكفي. العمليه كلها بدها ساعه مراجعه، ما بدها شيء. اوكي؟ وتدربوا على الكالكوليتر منيح عشان ما تغلطوا بالكالكوليتر. اتفقنا؟ ماشي استاذ. بس لاخذ الغياب قبل ما تحلوا. في عندي عدنان ما فات، يحيى ما فات، في غيرهم، في دانا فات طلع طلع يطلع مطلوب مش مشكله. اوكي فكان في بس ادم ويحيى. ماشي يلا، حدا عنده شي سؤال بنسكر؟ لا استاذ كله واضح. يعطيكم الف عافيه وجود لك. يعطيك العافيه. ثانك يو.